la 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 la. سأكل ملوخية بالأرانب إن لم تتوقف فيها الهول فسأطفوك بدل الأرنب، مع أني واثق بأن طعمك رديء أيها الأشرف. سنافر؟ هيا انقض عليهم. صفورة يا أهلا. السنافر المحشوة أطيب من الملوخية بالأرانب في رأيي. كل هذا بسبب غبائك. دع صفورة من يدك. شكرا شكرا يا قوي. ابقى بعيدا عن صفورة يا غبي. هاي أفلتني من قطك أيها اليد. لن أدعك تأكله يا كرة الفرو الجرباء. هذا الصنفور لي أنا. سأمسك بكما الآن أيها الصغيران. أركض يا غبي أركض. هذه المرة لن تفلتا مني. انتبه للجذور. أي جذور؟ النجدة، لقد أمسك بي. النجدة، أنزلني. النجدة، النجدة، النجدة. أسقط. أفضل الوجبات الصامتة. وجبات؟ لا لا، سوف أكشم. النجدة، النجدة، شاطر. لا أستطيع أن أنظر. النجدة، أنا صغير جدا لأسنفر. القضمة الأولى هي الألذ دوما. من هنا يا غبي، فلنسنفر. عجبا، شاطر، لقد أنقذت حياتي. أعدك بأنني سأرد لك الجميل. انسى الأمر غبي، لا أفعل شيئا لا يفعله صنفور لصنفور آخر. أسنفرك غدا. حسنا، لكنني سأرد لك الجميل بأي حال، هذا أقل ما يمكنني فعله. غبي، ماذا تفعل؟ أعد لك فطورا في السرير، هذا أقل ما يمكنني فعله. لا داعي لتتكبد كل هذه المشاكل. لا مشكلة أبدا، أنت استرح وأنا أفعل كل شيء. إليك فطورك. شكرا غبي. مهلا مهلا، المنديل أولا. ها هو. لا بأس غبي، أنا لا أتناول الكثير على الفطور بأي حال. هذا جيد، لأنني سأعد لك غداء ضخما. لا، لن يكون عندي وقت للغداء أيضا، عندي عمل كثير في المتجر. عمل كثير؟ إذن سأساعدك، هذا أقل ما يمكنني فعله. أين أبدأ شاطر؟ لما لا تراقبني وحسب؟ طبعا. غبي، هل تراقبني من هناك من فضلك؟ طبعا. وجدتها، أحضر لي بعض البراغي الموجودة على الطاولة حالا.
أنا أحضر البراغي الموجودة على طاولة العمل. أنا أحضر البراغي الموجودة على طاولة العمل. لا 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 لا، هي هي، ها هي البراغي. ماذا حصل؟ لا أدري، لكني أحضرت البراغي التي طلبت في الوقت المناسب. هكذا غبي، أسقل هذه اللوحة الخشبية المهمة فيما أعمل على فزاعة الحقل الجديدة لفلاح. هذا سيبقيه بعيداً عن المتاعب. شاطر، هل انتهيت الآن؟ تابع الساقل. هل انتهيت؟ تابع الساقل. شاطر، تابع الساقل. شاطر، هل انتهيت الآن؟ تابع الساقل. غبي، ماذا حصل؟ أين أنت؟ أنا هنا فوق شاطر. شاطر، أظن أنني انتهيت الآن. حسناً، ها هي فزاعتك الآلية التي تعمل على الريح، وأنا سأساعدك على صنعها فلاح. إلا أن حجراً عالقاً تحت الدولاب، لكنني سأسوي المشكلة حالاً. غبي، لا تفعل. لا لا بأس، هذا أقل ما يمكنني فعله. علينا أن نوقفها الآن. إنها تتجه مباشرة نحو القرية. انتبهوا، فزعة هاربة، فزعة هاربة. أنا أكره الفزاعة الهاربة. لنسنفر هذه الآلة، هيا. نعم سيدي. بسرعة، أمسكت بها. أنا أيضا. هيا. ألا تعنون أنها تمسك بنا؟ أنا أكره الأوف. هي لها من فزاعة رائعة شاطر، لا أرى أي غراب في المكان. إذن بما يمكنني مساعدتك الآن؟ لا شيء، لا شيء، لا مزيد من المساعدة. لكنك أنقذت حياتي. كنت سأفعل هذا مع أي سنفور، لذا انسى الأمر، اتفقنا؟ اتفقنا. غبي، إلى ما تحتاج؟ إلى المزيد من البراغي، إلى المزيد من الصقل. لما لا تجمع لي بعض الحطب من فضلك؟ طبعاً، هذا أقل ما يمكنني فعله. لن أتخلص منه أبداً. سنفور ذكي واحد يحل هذه المشكلة من دون أن يؤذي مشاعر غبي. شكراً لك على المقدمة المصنفرة. انظروا إلى هذا الموضوع على أنه كنت أقصد بابا سنفور. إذن يا سنافر الصغار، سنوحد موقفاً يبدو فيه شاطر بخطر كبير. يصرخ شاطر طلباً للنجدة، ونترك غبي ينقذه. هذه هي النصيحة التي كنت سأعطيها. أترين، لتنجح الخطة علينا أن يبقى العبقري من دون تقدير طوال حياته. كل شيء جاهز شاطر. حسناً سنفورة، فلتجربيه، إنه يعمل بشكل جيد. إذن نحن مستعدون. حسناً، نادي غبي. أنا أجمع الحطب لشاطر. أنا أجمع الحطب. ماذا؟ هذا شاطر. لا تخف يا شاطر، هذا قادم. إنه قادم. مهلا، ذهب في الاتجاه الخطأ. لا، ها هو قادم، لا يعود أدراجه. مهلا، لقد عاد مجددا. النجدة، النجدة، النجدة. ما الأمر؟ أين شاطر؟ هناك، عالق تحت ذلك الجذع الكبير. لا، لا تقلق يا صديقي، سأخرجك من هنا بسنفرة. حسناً. الحبل. لو يشد سنفور ما الحبل. نعم، على سنفور قوي مثل غبي أن يشد الحبل. الحبل؟ الحبل. لا، مهلاً غبي. انتبه يا غبي. عجباً شاطر، لقد أنقذت حياتي ثانية. الآن ما علي سوى أن أرد لك الجميلة مضاعفاً. أرجو أن ينجح الأمر بابا سنفور. هو قادم يا شاطر. النجدة، النجدة، النجدة. لا تقلق شاطر، أنا هنا. يا ليتني أعرف كيف أسبح. بإمكانك استعمال الزورق. نعم، الزورق.
يا ليتني أعرف كيف أجذف. هذا سهل، سنساعدك. أنا لا أدري يا شاطر، أصمت. أنا لا أرى. وأنا أيضا سأصل إليك بسنفرة يا شاطر. خفف السرعة يا غبي، خفف السرعة. بسرعة الحبل. النجدة، 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 النجدة. تمسك يا غبي، أركل وكأن حياتك متوقفة على هذا لأنها كذلك. شاطر، لقد أنقذت حياتي ثانية. هذا يشبه الحلم. ما الأشبه بكابوس؟ وجدتها. الطريقة الفضلى ليرد بها غبي الجميل إلى شاطر هي أن يمسك وحش مزيف بشاطر، وكل ما على غبي فعله هو أن يخيف الوحش. أجل، وحش مزيف، بإمكاننا استعمال الفزاعة. إنها فكرة جيدة جدا بابا سنفور. أوه، هذا مخيف جدا. أجل، سيفي بالغرض بكل سنفرة. هذا المحور يحتاج إلى تثبيت أكثر، سوف أحضر حجرا لأثبته. أو يا للهول، لقد جاء وحشنا. ما هذه البشاعة يا سنافر؟ إن شاطر ينتظركم هناك. وحش رائع بابا سنفور، سوف تنجح الخطة فعلا. أنا أكره الوحوش. أنا أكره أيضا. واو، لقد قاموا بعمل مسنفر جدا. أحسنتم يا سنافر. النجدة، غبي أنقذني. حتى إن صوته كصوت وحش. لا تشدوا كثيرا يا جماعة. هذه أكثر فكرة مسنفرة خطرت لبابا سنفور. هي يا سنافر، أعيد لي هذا. مهلا، هذا ليس طحلبا، وهذه ليست فزاعتي، إنها وحش حقيقي. النجدة، النجدة، النجدة. يا للسنفرة، لقد أمسك بشاطر وحش حقيقي. هاي أيها الكبير الشرير، أترك شاطر. نعم، وسنفر من هنا لأن بابا سنفور لن يقبل. النجدة، النجدة. لا تقلق يا شاطر، أنا قادم، يمكنك الاعتماد علي. الفزاعة قادمة. واو غبي، أنقذت حياتي. عجبا، أظن أننا تعادلنا الآن. بالطبع تعادلتما، وأنا فخور بكما كثيرا. أو لا بابا سنفور، من وجهة نظري شاطر الآن مدين لغبي، لأنه حين أنقذ غبي شاطر، شاطر لم يكن مدينا لغبي. لكن كما قال بابا سنفور، أصبح الجميع متعادلا.